سيطرة القوات الأمنية على جنوب وجنوب غربي كركوك بعد أن كانت تحت سيطرة تنظيم داعش لأكثر من 3 سنوات، ثم ما لبث التنظيم قليلا حتى بدأ بإعادة تشكيل صفوفه وعودة الخلايا النائمة التي ترم اقتناص الثغرات لتثبت وجودها. واقعا خلايا تنظيم داعش النائمة تنشط ما بين حين والآخر، ولكن الجهد الأمني والاستخباراتي المبذول من قبل المؤسسة الأمنية وبمعية المواطنين استطاعت التغلب على تلك التجاوزات، والوضع الأمني في كركوك جيد ومستقر. لكن نأمل من الدولة العراقية أن تزيد من الجهد الاستخباراتي والأمني وتدعم العشائر والمؤسسة الأمنية فيما يخص عملية فرض الأمن والقانون، على اعتبار أن كركوك مدينة اقتصادية وبحاجة لاستقرار أمني أكثر مما هو متوقع. محنة كركوك لا تقتصر على وجود خلايا التنظيم في المدينة فحسب، بل تعدد ذلك بين مؤيد ورافض لمشاركة قوات البشمركة للجيش العراقي على أطراف المحافظة لسد الثغرات وقطع الطريق للنيل من عناصر التنظيم. انتشار البشمركة في كركوك الذي نرفضها رفضا قاطعا، استنادا على الدستور العراقي وقرار البرلمان بمنع دخول أي قوات غير القوات الاتحادية إلى كركوك. الاجتماع الذي تضمن قوات البشمركة مع قوات العمليات المشتركة أجريت حول النقاط بين نقاط الارتباط بين قوات البشمركة والقوات الحكومية. هناك نقاط فارغة بحزام دبس وحزام تصخرماتو وحزام ديالة. تطهير المناطق والقرى بين الفينة والأخرى لدك أوكار داعش، فضلا عن المعلومات الاستخبارية الدقيقة التي مكنت القوات الأمنية من اعتقال عناصر التنظيم داخل مركز كركوك وخارجها، الأمر الذي شل حركة داعش وأجهز على كل مخططاتها. سعد مسلطان، قناة التغيير، كركوك.